بسم الله، من أهم الأدوات في برنامج الإنكسكيب الأداة ديت. دي بترسم draw bezier curves and string line. ببدأ استخدمها، قلت عايز ترسم عن طريق النقط ولا عايز ترسم سيبيريو باص، أقول له أنا عايز أرسم عادي خط 2 3 4. طيب ايه الميزة بقى، ايه الحاجة اللذيذة اللي فيها؟ أول حاجة هاجي هنا edit باص، فبتلاقي خلاص ده بقى مسار أبدأ أتحكم فيه، تقدر تحرك النقط دي زي ما أنت عايز. ممكن أعلم على النقطتين وأقول له حط نقطة فيهم في النص، والنقطة في النص برضه أقدر أتحكم فيها، بيبقى لها مقابض. تمام، فالمقابض دي بقدر أخد شكل أي شكل أنا عايزه، وأقدر أحول المقابض دي لأي نوع. يعني ده مثلا أخده كده وأقول له أنا عايز المقابض من النوع دوت، اللي هي مود سموث، فيها نعومة شوية. كل ما أبعد النقطة فيهم بتلاقي الكيرف اتغير، كل ما احركه برضه بيتغير معايا بالشكل دوت بسهولة وببساطة. ممكن اخليها اعدل نوعها، بحس كل جزء فيهم فاصل بذاته، يعني ده يتحرك من غير ما التاني يتأثر بالشكل دوت. فتقدر تقوي الاشكال اللي انت عايزها، وبعد كده بتعلم على الشكل مثلا وتقول له من فل من هنا، تقول له انا عايز مثلا املاه لون ازرق، لون اخضر، ده اي لون انت عايزه. تقدر تكون اي اشكال انت عايزها بالاداه البسيطه ديت. انا قدرت مثلا ارسم رسمه بالشكل دوت، كلها حاجات بسيطه. تمام، يعني دي مثلا حاجه لوحديها، الجرافات لوحديها، العينين، الشعر، كل الحاجات دي كل واحد فيهم لوحديهم، وكون الشكل بكل بساطه وسهوله. اداه رائعه الصراحه. يعني انت بتختارها وتقدر تكون الشكل اللي انت عايزه، وتقدر تعدل فيه بكل بساطه وكل سهوله. ممكن وانت بترسم لو دوست نقطه واحده واتحركت بيعمل لك نقطه عاديه، لو دوست وبدات تتحرك وتدوس على الماوس يبدا يديها لك كيرف شويه.